لعب كرة القدم يضرب بهم المثل لحياة الترف التي يعيشها أكثرهم، لكن منهم من اختار لنفسه طريقا مغايرة، طريق التعبد والعبادة والوقار. جئنا إلى أجاكسيو بجزيرة كورسيكا لما سمعنا بأن لاعبا محترفا يزاول هذا المسجد الذي ترونه خلفي قدر مزاولته للحصص التدريبية لفريقه، اسمه ريكاردو عيسى فاتي، وهذه سيرته. سيرة قوامها التعبد وتدبر القرآن الكريم في هذا المسجد الذي بالكاد يعرف رواده أنه اللاعب المحترف الذي صنع لنفسه اسما في ستراسبورغ ونونت الفرنسيين ولاروما الإيطالي وباير ليفركوسن الألماني وأريس سالونيكا اليوناني قبل أن يحط الرحال بالجزيرة الكورسيكية. بالنسبة لي مسجد أجاكسيو مكان هام للغاية في حياتي اليومية، وأنا أحب أن أقصده للتعبد والصلاة. الإسلام يأخذ حيزا كبيرا في حياتي وأنا مرتبط بهذه الديانة. أحب دائما المجيء هنا لإقامة الصلوات وتقاسم الأمر معكم. ريكاردو عيسى فاتي ولد وترعرع في فرنسا من عائلة سنغالية. شقيقه اللاعب المحترف الآخر جاك فاتي كان له دور كبير في التزام عيسى بتعاليم الدين الحنيف. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. وبعيدا كل البعد عن حياة السهر والسمر التي اعتادها كثير من قرنائه، عيسى فاتي وجد في التزامه الديني راحة روحية يتحدث عنها بفخر واعتزاز ويقين. sincèrement dans la religion islamique je gère tout parce que c'est ma vie, ça fait partie maintenant de mon style de vie. وجدت في الإسلام كل شيء، هو حياتي ومترسخ في نمط معيشتي، يصعب وصفه في كلمات قليلة، لكن أحب جدية هذه الديانة وسهولتها في آن واحد. أداء الصلوات الخمس يجعلك تقترب أكثر من الله وتذكرك أيضا بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجل العظيم، وهو أمر مهم بالنسبة لي. دولي مع المنتخب السنغالي، أساسي مع أجاكسيو، عيسى وأينما حل وارتحل في أندية الدوريات الأربع التي لعب فيها كان همه إرضاء ربه بالبحث عن مسجد يزيد فيه تعبدا وورعا. لعبت في 4 بلدان، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا واليونان، ولكل بلد ثقافته الخاصة. في إيطاليا مثلا كان من الصعب العثور على مساجد أو الأكل الحلال، فهو بلد ذو أغلبية كاثوليكية، وكذلك الشأن في اليونان البلد الأرثوذكسي الذي قليلا ما تجد فيه المساجد، ولكن الحمد لله بذلنا جهدنا كما يقال، وهو جهاد النفس حيث يجب التكيف مع الأمر، وهذا ما فعلته. وفي الوقت الذي يمني زملاء مهنته النفس بالتاج والجاه والشهرة، أمل عيسى إتقان اللغة العربية لختم القرآن الكريم عربيا فصيحا قراءة وحفظا. والأكيد أن عيسى فاتي خير مثال للاعب المسلم الذي يمارس في أوروبا.